دلوقتي تعالوا نروح نتابع فعاليات واحدة من أهم بطولات العالم في الاسكواش. البطولة دي بتضم أبرز وأهم اللاعبين في العالم واسمها بطولة CIB. نجومنا من لعيبة الاسكواش في مصر منورين هذه البطولة وبينافسوا عدد كبير من لعيبة العالم. خلينا نشوف التقرير. الحقيقه نوران جوهر لعبت مباراه قويه جدا وكانت ليها الغلبه وكان ليها المكسب، كان واضح جدا وفارق المستوى الفني والمهاري والبدني كان لصالح نوران جوهر الحقيقه، وقدرت تنهي المباراه بثلاث اشواط للا شيء. المباراه الثانيه طبعا دي ملحمه، بول كور رقم واحد على العالم مع طارق مؤمن رقم سته، بطوله يعني ومباراه خلصت على اخر نقطتين 11-9 في الشوط الخامس، اعتقد عدوا ال 100 دقيقه 115 دقيقه مقربين على ساعتين. مباراة في منتهى الصعوبة، اتلعب فيها كل المهارات الأساسية، هارد لك لطارق لعب مباراة ممتازة وكان قاب قوسين يعني، لكن الحمد لله على المجهود وبول كسب 11-9 ويبقى اللاعب النيوزيلندي يوصل لدور الأربعة. أحسن مكان في الدنيا، متحف الحضارات، أكبر جوائز في العالم $1,100,000، فينيو غير متواجد في العالم كله، في انترتينمنت، في تسالي كتير وحاجات كويسة قوي للولاد الصغيرين، العائلات بتيجي تقضي يوم كامل، فأحلى من كده إيه؟ أنا بدعو من خلال القناة طبعًا إن كل الناس تيجي هنا وتتمتع بأولادها، يشوفوا المتحف ويتفرجوا على البطولة ويلعبوا فيه ألعاب كتيرة جدًا للولاد الصغيرة، في مزيكا بتتلعب، في رسومات، يعني دعوة لكل العائلات المصرية إنهم يجوا يفتخروا وجود بطولة عالم على أرض مصر بهذا التنظيم الجيد. طبعًا مبسوطة بالفوز النهاردة، بطولة العالم من أقوى البطولات اللي في مصر يعني في العالم أصلًا عامة، فإن أنت توصل سيمي فاينل دي حاجة كبيرة ومهمة، فأنا مبسوطة بالأداء النهاردة ومبسوطة إن أنا تأهلت الماتش اللي بعديه. زي ما بقول قبل كده، احنا يوجري بيبقى عندنا بطولة في السنة بتبقى في نفس الأماكن، يعني مش بنغير قوي، فبنبقى شوية تعودنا على الأماكن اللي احنا بنلعب فيها قبل كده، بس دي حاجة مختلفة تماما، متهيألي أول كمان إيفنت يتعمل في المتحف هنا، فده شرف كبير للعبة متهيألي، وحاجة مبينة قد إيه احنا عندنا أماكن كتير مميزة في مصر وعندنا أوبشنز يعني اللي احنا نغير ما بينها يعني. ده احنا الحمد لله مصر من أحسن بلاد اللي بتستضيف بطولات عالمية، بجد بنبهر العالم، بنعرف ناخد بالنا من الأجانب والمصريين وكله، يعني بيبقى ليفل تاني صراحة، وهنا بناخد بالنا من الديتيلز وراحة اللعيب، دي بتبقى حاجة مهمة قوي. ف يعني حد زي كريم درويش كان بطل العالم قبل كده، فهو فاهم اللعيب بيبقى محتاج ايه، فكل الحاجات دي بتفرق يعني. هو بطولة العالم تيجي في آخر الموسم، فاحنا طبعا طول الموسم عندنا بطولات كتير قوي مهمة جدا طول السنة في أمريكا في إنجلترا وكده، فكان بقالنا شوية عندنا بطولات ورا بعض يعني باك تو باك اللي هو فرق ممكن تبقى 3-4 ايام، بس انا قررت في شهر 4 اخد زي فتره راحه يعني عشان اتمرن كويس، يبقى عندي بلوك كويس من التمرين، فده كانت الخطه يعني مع مدربيني. الحمد لله وصلت لتصنيف رقم 1 على العالم، كسبت معظم البطولات، البطوله الوحيده ما كسبتهاش بطوله العالم، ومتهيألي بطوله الجونه كمان، فيعني البطولات اللي انا ما كسبتهمش قبل كده نفسي اكسبهم يعني.